الحلقة القادمة حديث راح يكون عن التصديق الإلكتروني، هي تقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، دشنت 27 منفذ لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني والذي يحمل عنوان تم. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال وجود نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات للبنية الأساسية والخدمات الإلكترونية الأستاذ يعقوب بن در محمد البلوشي. مساء الخير أستاذ. مساء الخير. يا مرحبا فيك، سعيدين جدا بوجودك معنا. سعدني أكثر أن أكون معكم اليوم إن شاء الله. يسلمك. قبل الحديث عن هذه الخدمة بشكل أكثر تفصيلي، الحديث عن التصديق الإلكتروني، إيش المقصود بالتصديق الإلكتروني؟ صحيح، التصديق الإلكتروني أهم التحديات اللي يواجه تقديم خدمات إلكترونية، التعرف على شخصية الإنسان. من هذا الشخص؟ لأن تعرف وجه بوجه ممكن تعرف مباشرة الإنسان، خاصة في عالم السيبرانية والإنترنت. الشخص موجود مكان آخر، ممكن يكون في بلد آخر، موقع آخر وما ذلك. فأهم شيء عملية تصديق أن فعلا هذا الشخص اللي هو يدعي. فعادة كان متعارف أن عملية كلمة السر، الناس ممكن يستخدموا كلمة السر، وهاي طبعا كلمة السر فيها أشياء كثير، نقاط ضعف، ممكن حد يستغل كلمة السر، تعرف عليه يكون كذا. فجت الفكرة التصديق الإلكتروني. مفهوم التصديق الإلكتروني استخدام بطاقة الشخصية للشخص على أساس للتعرف عليه في استخدام في خدمات إلكترونية، على أساس للتفعيل البطاقة الشخصية تم التنسيق مع الأخوان في الشرطة بحيث يحطوا شهادات معينة في البطاقة الشخصية، إن الشخص لما يستخدم أي خدمة إلكترونية يستخدم بطاقته الشخصية ويتم التأكد إنه هذا الشخص اللي يدعي فلنفرض. نعم، لكن لازم التواصل مع مراكز الحول المدنية. أي نعم، كأول مرة للتعرف على الشخص. فلنفرض الحين أنت عندك بطاقتك الشخصية يحطوا فيها شهادات، احنا نسميها شهادتين، شهادة توقيع الإلكتروني، شهادة تعريف على الهوية. بمعنى آخر أنا بروح بقول هاي بطاقتي الشخصية وهاي رقمي السري، بربط الشهادة برقم سري معين بحيث لما أدخل في النظام وما استخدم بطاقتي الشخصية يكون عمليتين، عملية بطاقة الشخصية والرقم السري. نعم. كان السابق فقط رقم السري، حاليا لا، بطاقة الشخصية كتعريف للهوية، بالضبط مثل الإنسان لما تقدم خدمتك يسألك عن بطاقة الشخصية، فتراوي يتأكد من الصورة ويتأكد من البيانات يخلي معاملتك تمشي. حاليا صارت الآلة نفس الشيء، الجهاز الكمبيوتر، فلما تخلي بطاقة الشخصية يتأكد من الشهادة ويتأكد من الرقم السري، فنتأكد إن هاي الشخص اللي يدعي مثلا. يعني في المرات القادمة لن يحتاج إلى تواصل مع الجهة بشكل مباشر؟ لا، مباشرة مثلا مرة واحدة يروح للشرطة لتفعيل بطاقة السر ورقم السري وكان بيها، وبعدين ممكن من أي مكان طالما عنده قارئ أو النقال، هاتف النقال، ممكن يستخدم خدمات الحكومة الإلكترونية. إيش الموضوع التصديق الإلكتروني مثلا؟ إيش من الجهات الحكومية؟ حاليا مثلا وزارة التجارة والصناعة، معظم المعاملات كلها عن طريق تصديق إلكتروني، وزارة الصحة نفس الشيء. فلنفرض إذا أفتح سجل التجاري، أول ما أدخل سجل التجاري يسألني عن هويتي، فأضطر أدخل بطاقتي الشخصية أو عن طريق الهاتف النقال. كيف عن طريق الهاتف النقال؟ ممتاز. فايش يصير لما ادخل الموقع وزارة التجارة والصناعة؟ في هناك يسالني اسلوب انك تتاكد من هويتك، اقول لهم عن طريق البطاقة او النقال. فاذا اخترت النقال يسالوني رقم هاتفك النقال. طيب بكتب. بكتب رقم الهاتف النقال. بعد ما تكتب يجيك رسالة على هاتفك النقال اللي انت عايد انت صاحبه. اذا انت طبعا حامل النقال بيجيك هاي، اذا كان رقم وهمي طبعا ما بيجيك الرسالة، هيتاكدوا عن طريق شركة الاتصالات. طيب. سواء كان اريدو او عمانتل. فالنفض يقول لك دخل رقمك السري، رقم السري يفترض أنت تعرفه، فأنا من أدخل في الهاتف النقال النظام راح يسمح لي أقوم بالإجراءات البقية، إذا دخلت رقم خطأ فما ممكن أكمل الإجراءات، هاي بالنسبة لهاتف النقال. أما كان إذا بطاقة الشخصية، فأول بيسألني بطاقتك الشخصية لازم أدخل بطاقة في قارئ، هنا قارئ خاص، بعد ما أدخل بطاقة يسألني رقم سري، بدخل رقم السري، ففي مستويين، رقم السري والبطاقة الشخصية يضمن إن هذا هو الشخص اللي. نعم. لكن في حالة الهاتف النقال يعني وجود رقم سري مؤكد، يعني يؤكد العملية عنصرين، عنصر أول شيء الهاتف معك لأنه طيب. جاك الرقم الرقم ووصلك الرقم، معناته هذا الشخص لأنه هاتف معه. أوكي. وبعدين أحط رقمي السري، حطيته فتأكد عنصرين عندي، إن أنا حامل الهاتف اللي يدعي وعندي وحطيت رقمي السري اللي ما حد يعرفه غير يعني. طيب. وبعدين فأكتمل العنصرين. بعد ما كمل العنصرين عاد النظام هناك يسمح لي أجدد مثلا سجل التجاري أو ألغي سجل التجاري، هاي بالنسبة لدخول النظام بهذه السهولة. طبعا في إجراء آخر، فلنفرض شركاء، شخصين شركاء للعملية للتجديد لعملية إجراء، ممكن أنا أدخل ببطاقة الشخصية بس يحتاج توقيع إلكتروني نسميها. صحيح. فممكن أنا أجي بدل ما توقيع التقليدي بدخل بطاقة الشخصية وأحط رقم السري، يعتبر توقيع إلكتروني خاص بي أنا، ويجي شريكي اللي ما دخل بالنظام يدخل بطاقته الشخصية وكلمة السر ويعمل التوقيع، فصار إذن توقيع إلكتروني في نفس اللحظة. فدخول في النظام عنصر وتوقيع إلكتروني نظام آخر، بالإضافة لهاي تشفير البيانات، إنه ممكن حين يتم تشفير هالبيانات كلها في مجال السري يعني. طيب أي بطاقة شخصية
وايضا بطاقه المقيمين بالامكان. نعم هو بطاقه المقيمين، بس الحين بطاقات اللي فلنفرض اللي بطاقته بينتهي تاريخ 14/7/2018 لازم يجددها، ياخذ بطاقه اللي بعد هذا التاريخ ممكن يستخدم بطاقته مباشره. يعني اي شخص بطاقته تنتهي قبل 14 يوليو 2018 ما بامكانه يستفيد من هذه الخدمات؟ لا يستفيد، يروح يستفيد. يغير بطاقته مجرد يعني ويروح اي منفذ من الشرطه يعطوه الشهاده مباشره. ممتاز. أوكي. أما فلنفرض الأشخاص اللي عندهم بطاقات بعد هذا التاريخ بالإمكان ما بالإمكان يحتاجه. يروح أي جهة من الجهات، فلنفرض وزارة التجارة أو مثلا وزارة الصحة، يفعل بطاقته مباشرة. العملية كانت قبل المشروع هذا اللي مع الأخوان في الشرطة اللي ما قصروا الصراحة، كان لهم دور كبير في نجاح المشروع هاي. كان الشخص يروح للكشك الإلكتروني لو شاف في مواقع التجارية كذا، إنه يروح يفعل بطاقته هناك. بس وجدنا إن كثير من هناك شركات تتعرض للعبث، أطفال ومثلا خلل فيها ويحطوا فيها البطاقات كذا، ففكرنا لا خلينا نعمل مع الشرطة مباشرة، بحيث الشخص لما ينتهي من تجديد بطاقته أو استلام بطاقته الجديدة يفعل البطاقة مباشرة، بدل ما يكون مرتين مثلا يستلم البطاقة وبعدين يروح مكان تجاري أو كذا، يفعل بطاقته مباشرة يكون معه. حاليا 27 منفذ ممكن استغلاله في تحميل منافذ التابعة للشرطة طبعا السلطة. نعم في الأحوال المدنية. نعم. نعم. طيب الآن يعني العملية معناته ما يحتاج أبدا أن يذهب مباشرة إلى الجهة يعني المنفذة ومقدمة الخدمة، هو له اختيار. فلنفرض إذا سوى الشرطة انتهى كان بها، لكن لنفترض الناس عندهم بطاقات خلاص ما في داعي يراجع الشرطة، ممكن يروح للجهة المعنية مباشرة مثلا يفعل بطاقته الشخصية، يروح لوزارة التجارة أو قوى العاملة أو ما ذاك مرة واحدة زيارة واحدة على أساس يفعل، وبعدين ممكن يستخدم من أي مكان. والمقيمين نفس الشيء، نفس العالية نفس الجهات، أهم شيء المرة واحدة زيارة لتأكيد هوية الشخص. نعم. طيب يعني الآن هل الجهات المقدمة هذه الخدمات إلى درجة من التعاون أيضا حتى يستفيد منها المقدم المستفيد من هذه الخدمة؟ أيوة طبعا، مثلا ما خبر وزارة التجارة والصناعة يعني مشروعهم هاي السجل التجاري كان من المشاريع الأولى في المتحدة، فازوا من الثلاث الأوائل كانوا يعني. وزارة الصحة مثلا. وزارة الصحة توهم بادين، عندك مثلا القوة العاملة بادين في مشروعهم، مثلا ممكن الخدم المنزلي ممكن تستخدم عن طريق البطاقة الشخصية، ممكن تقدم استمارة الطلب المأذونية عن طريق الأونلاين نسميها خدمات لحظية. نعم. طيب يعني حتى تتضح الصورة للمشاهد بشكل أكثر، يعني الآن شخص يريد أن يقدم مأذونية مثلا استقدام عمالة. نعم. عن هذه الخدمة تقدمها وزارة القوى العاملة. ممتاز. وبطاقة الشخصية تنتهي قبل 14 يوليو 2018. إيش الإجراء اللي يعمله؟ ممكن يروح عنده اختيارات. فلنفرض ممكن يروح قوى عاملة يفعل عندهم بطاقته الشخصية. بطاقته الشخصية يفعل. طيب. هو عنده بطاقة شخصية بس يفعل كلمة السر نسميها احنا. طيب. مرح أو وزارة التجارة أو أي جهة من الجهات. طيب. اللي عندهم الخدمة. هذا خيار. خيار نعم. بعد ما اختار هاي ممكن يجلس أي جهاز كمبيوتر حاسوب يروح لموقع قوى العاملة يختار مثلا فلنفرض مأذونية للخادمة المنزل مثلا، طبعا يسأله الاختيار على أساس يتأكدوا من هويته. الاسلوب اللي تدخل في النظام، هل هي عن طريق كلمه السر ولا النقال او عن طريق بطاقه شخصيه، هو يختار. فلنفرض اختار الهاتف النقال او بطاقه شخصيه، نفترض اختار بطاقه شخصيه. بعد ما يختار بطاقه شخصيه لازم يكون عنده قارئ يدخل بطاقته الشخصيه، بعد ما يدخل بطاقه شخصيه يقرا الشهاده اللي هو مصدق فيها، بعدين يساله عن كلمه السر رقم، بالضبط مثل انت لما تستخرج فلوس من بطاقه من الجهاز الصراف الالي تدخل بطاقتك الشخصيه وكلمه السر، بعدين تحصل الخدمه ان الفلوس او ايداع عملات نفس الحاله. بعد ما تدخل بطاقتك الشخصيه قارئ الاعداد تحط كلمه السر، بيعطيك المجال طيب قدم المأذونيه، يسالك طبعا اسئله مجموعه اسئله الخدمه ايش تريدها، وممكن تقدم الخدمه مباشره يعني. الخيار الثاني انه يروح الى المنافذ اللي تابع للشرطة طبعا السلطانية ويفعل بطاقته. نعم. أو أصلا إذا كان بطاقة جديدة مباشرة أول ما يستلم بطاقته فلنفرض بطاقة هاي ممكن يفعلها مباشرة، أول ما يستلم بطاقة ويخبر الأخوان في الشرطة إن يريد فعل التصديق الإلكتروني يفعلوا لي إياها مباشرة، وكان بها مرة واحدة وخلاص. ممتاز. طيب يعني إلى أي درجة أنتم تلمسوا تجاوب المواطنين للاستفادة من هذه الخدمات؟ يعني هل قلت فعلا وصول وتواصل المستفيد مباشرة مع الجهة؟ خير تجربة عندنا وزارة التجارة برد بكر، لكن أنا حاليا في خدمات معينة خلاص قللوا على أساس طلب المواطن بيروح للوزارة، ممكن يكون كل الخدمات عن طريق الحكومة الإلكترونية عن طريق أونلاين نسميها مثلا مباشرة. فطبعا هي يحتاج مع وقت مع وعي مع فهم كذا، بس كخطوة خطوة احنا ماشيين فيها يعني. مثلا نفس الشيء وزارة الصحة، فهي المواطن نفسه يختار إني أنا أكون بدل ما أروح أمسك لي الصف وانتظر في الوزارة وكذا، وممكن أخلص معاملته عن طريق مباشرة في نظام الكمبيوتر. نعم. طيب يعني النظام سهل؟
سهل، ما معقد، ما فيه صعوبة. لا بالعكس، هو أسهل ما يمكن. آمن. آمن. هي الأمان السبب الرئيسي للعملية، هي الأمان. لأن تعرف مثل ما خبرت، كلمة السر عادة كلمة السر واحد صعب يحفظها، وإذا يخلي كلمة سر بسيط ثلاث كلمات، اسم ولده ورقم أي تاريخ عيد الميلاد، كل سهولة واحد يوصل لهم، أو إذا كان طويل ممكن يكتبها ويخليها تحت الدرج يعني. فإحنا نسميها عامل واحد للمعرفة. لكن أنت عندك عاملين، أول شيء لازم يكون مع بطاقة الشخصية، وثاني لازم يعرف الكلمة أربعة ستة أرقام، فعنصرين لازم يجتمعوا على أساس يدخل، فهي ضمان أكثر. فأو يكون مع الهاتف النقال، الهاتف النقال طبعا البطاقة اللي في الهاتف النقال في نفس الشيء شهادة يعني، فصار أمان أكثر من تقليدي. وفي نفس اللحظة ممكن تشفير البيانات، ممكن نفس البيان لك أنت وأشفر لك إياه مباشرة. هاي طبعا يكون شركات ممكن يستغلوا نفس النظام. يعني حاليا المركز الوطني للتصديق الإلكتروني يقدم عدة خدمات، اللي هو شهادات، توقيع إلكتروني، تشفير بين الأجهزة. حاليا إيش اللي يصير في النفض، أنت من جهازك لجهاز آخر لما ينتقلوا المعلومات نبي نضمن أن في شهادة بين الطرفين الجهازين، فممكن نعطي شهادات للأجهزة يكون مصدق كطرف آخر يعني. التوقيع الإلكتروني كيف؟ التوقيع الإلكتروني نفس الشيء، فلنفرض مثل وزارة التجارة آخر لك مثال، في طبعا مستندات لازم توقعهم، كان معتاد إنه لازم تجيب نموذج التوقيع. بالضبط. حاليا ما في داعي نموذج التوقيع، لأن في بيانات الشخصية مالك موجودة في وزارة التجارة كصاحب الشركة وكشركاء. فممكن أنا أول ما يجي مرحلة التوقيع يقول لي دخل بطاقتك الشخصية، بيجيك التعليمات دخل بطاقتك الشخصية وتحط رقمك السري، يقول لك خلاص وقعت. طبعا التوقيع هذا ما تقدر تنكره لأنه قانونيا مثبت، الوقت المكان كلمة السر والبطاقة الشخصية. حتى في قانون التعاملات الإلكترونية هذا معترف فيه رسميا يعني. في المرة القادمة ما يحتاج توقيع مرة أخرى حسب المعاملة، إذا كانت المعاملة يتطلب فما في داعي التوقيع الورقي المعتاد. كيف راح يكون؟ نفس الشيء، تدخل بطاقة كلمة تطلب الأمر لتوقيع لنفترض، ممكن المعاملة ما يتطلب توقيع. صحيح. لكن في معاملة ممكن يتطلب توقيع، أو مثلا فلنفرض أن شخص داخل لكن يحتاج توقيع شركاء هم ثلاثة أشخاص، فممكن كل شخص بيجي يدخل بطاقة شخصية ويدخل رقم سني يعتبر توقيع. فالمستندات تكون موقعة بالأطراف. مثلا احنا عندنا في هيئة تقنية المعلومات كثير مستندات ما نوقعهم بالطريقة التقليدية، أنا بستخدم بطاقة شخصية ورقم السري بدخل في النظام أوقع إلكترونية، يحدث فيها التاريخ المكان الوقت اللي تم فيها ويصدق فيها، فخلاص نيابة عن لنا أنت التوقيع كيف تعرفه، مجرد بالشكل إن هذا توقيع يعقوب أو توقيع فلان. أما حاليا لا، ما تقدر تنكر لأن فيها بطاقة شخصية وفيها السر وفيها الشهادة الرسمية لها وفيها التوقيت المعني. طيب إلى أي درجة الجهات الحكومية متفاعلة في عملية تسريع الحكومة الإلكترونية؟ هما بالعكس متفاعلين كثير، في خطة عمل ماشيين عليها وجهات معنية، وحاليا قطعوا شوط كبير وطبعا ماشيين على الخطة احنا معينين يعني. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله، نرجو الاستفادة الواقعية والفعلية. شكرا. للمواطنين والمقيمين من هذه الخدمات الحكومية الإلكترونية. التصديق الإلكتروني تم واحدة من هذه النماذج. شكرا لك على وجودك معنا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات للبنية الأساسية والخدمات الإلكترونية الأستاذ يعقوب بن دور محمد البلوشي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا لكم.